بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم باشمهندسين. ان شاء الله النهارده قعدنا مع التاني سيكشن بنتكلم فيه باشمهندسين عن حاجه جديده، هي تصميم القعده اللي عليها عزوم ديزاين. بسم الله الرحمن الرحيم. ديزاين اكسنتريك فوتنج هتختلف في ايه يا باشمهندسين؟ القعدة اللي عليها عزوم عن القعدة اللي كانت تحت تأثير حمل رأسي، هتختلف يا باشمهندسين ان الإجهاد هيبقى مش يونيفورم زي ما كنا احنا متعودين. ازاي يا باشمهندس؟ دعونا كده نتذكر مع بعضنا. لو كان ده عندي العمود، ده القاعدة بتاعتي اهي، وكان يا باشمهندس بيأثر عندنا الحمل الرأسي لما كنا بناخد، كان بيأثر زي ما احنا متعودين في منتصف القاعدة. فكان الحمل ده بيعمل ايه يا باشمهندسين؟ كان الحمل ده بيجيب لي استرس على السويل كده، كان بيبقى استرس يونيفورم. يعني ايه؟ يعني قيمته ثابتة على كامل الاريا بتاعت القعدة. تمام يا باشمهندسين، بالشكل ده كده كان قيمة الاسترس، ولا لكن هنسميه الاف مثلا، كان بتساوي البي على الاريا بتاعت الفوتنج. طيب تختلف ايه بقى يا باشمهندسين عن القعدة اللي عليها عزوم؟ لو القعدة يا باشمهندسين عليها عزوم بالشكل ده كده، كبيور مومنت. يعني ايه كبيور مومنت؟ يعني القاعدة مثلا كان عليها عزم مش عليها حمل رأسي، فبيعمل ايه العزم يا باشمهندس؟ بيعمل يا باشمهندس العزم زي ما احنا واخدنا قبل كده، انه بيعمل شد في اتجاه وضغط في الاتجاه التاني. يعني ايه؟ يعني العزم ده بيشد في الاتجاه ده وبيضغط في الاتجاه ده، فبيولد لي حاجة اسمها linear stress بالشكل ده كده. طيب ايه اللي يحصل بقى يا باشمهندس لو القاعدة اتحقق فيها الاتنين او وقعت تحت تأثير الاتنين؟ هنجمع التأثير الاتنين دول على بعض يا باشمهندسين، فيديني قاعدة بالشكل ده كده. هناك يا باشمهندسين عندي ثلاث احتمالات ممكن القعدة يتعرض له. ايه هي؟ ان الاسترس اللي هنا ده يتجمع مع الاسترس اللي هنا ده، هيديني الاسترس هنا كده كبير. المشكلة مش في الاسترس اللي في نفس الاتجاه، ليه؟ لانه هيتجمع مع بعض فمفيش فيها مشكلة. المشكلة في الاسترس اللي عكس بعض. لو كان الاسترس اللي جاي من الفورس النورمال فورس اكبر من الاسترس اللي جاي من نتيجة المومنت، فهتلاقي ان القاعدة يا باشمهندس عليها كومبريشن، بس قيمته اقل من اللمة التانية. تمام، ودي يا باشمهندسين هي الحالة المفضلة في التصميم بالنسبة لي. ليه؟ لان كده كامل مساحة القاعدة عندي عليها كومبريشن. اه صحيح يا باشمهندس في حتة فيها قيمة اعلى من القيمة التانية، وهنعرف نعالجها ازاي او نتعامل معاها ازاي، بس لا زالت القاعدة بكامل مسطحها شغالة معايا وبتنقل احمالها للصيب، بتولد هنا كده استرس بسميه اف ماكسيموم، والاسترس اللمة التانية بنسميه الاف مينيموم. دي كان الكيس الاولاني، الكيس رقم واحد. ايه الاحتمال التاني يا باشمهندس؟ الاحتمال التاني ان الاسترس اللي جاي لي من الفورس ده يساوي الاسترس اللي جاي من المومنت ده، فبالتالي اللي طالع فوق ده اللي بيعمل تنشن هيلاش اللي بيعمل كومبريشن. يعني القاعدة هتوصل لإيه يا باشمهندس؟ هتلاقي إن الاسترس اللي هنا كده ده هيتجمع مع بعضه مفيش فيها مشكلة، والاسترس اللي هنا ده اللي عند الطرف التاني للقاعدة هيوصل لزيرو، اللي بنسميها الكيس اوف نو تنشن، أو القاعدة على وشك إن يتولد عليها تنشن. تمام، فهنا كده الإف ماكسيموم ما عندي مفيش فيها مشكلة، تجميع الاتنين دول، والإف مينيموم
بيساوي كام؟ بيساوي زيرو. دي الكيس رقم 2. الكيس التالتة بقى ان الاسترس اللي جاي من نورمال فورس ده يكون اقل من الاسترس اللي جاي من مين؟ من المومنت. ففي الحالة دي هيتولد لي على القاعدة هنا كده كومبريشن، وهنا كده هيتولد تنشن. ودي حالة لا تفضل. الحالتين الأولانية ده وده ممكن أصمم عليهم عادي، لأن إيه؟ لأن لازالت إن القاعدة بتنقل كامل أحمالها للسويل اللي تحتها. أما لما نيجي في الحتة دي هنلاقي إن في جزء من القاعدة هيبقى مش بينقل حمل معايا. ليه؟ في جزء في شد على السويل. يعني إيه؟ يعني السويل مش هتقدر تشيل معايا أحمال، لأن السويل ما بتشيلش معايا شد. فالجزء ده من القاعدة خلاص ما عادش هيقدر ينقل الأحمال بتاعتي. تمام. فالتعامل معانا بيبقى في الجزئين الاتنين دول. طيب ايه يا باشمهندسين بقى الفكره دي جت منين؟ جت يا باشمهندس ان انت عندك القاعده بتاعتك، لو كده حضرتك عارف ان في حاجه اسمها قلب القطاع الخرساني. ايه هو قلب القطاع الخرساني؟ قلب القطاع الخرساني دي اللي لو الفورس جت جواه تديني كومبريشن، حاجة بالشكل ده كده. ده بنسميه الكيرن او الكور اللي كنا خدناه في اولى مدني. تمام. معذرة، نرسمه تاني. القاعدة لو انت يا باشمهندس عندك القاعدة بتاعتك دي طولها L وعرضها B، فالكور بتاع القاعدة ده بيمتد هنا كده L على 6، L على 6 ده بالنسبة للقاعدة المستطيلة، وهنا كده B على 6، B على 6. تاني يا باشمهندس انت عارف ايه؟ انت عارف ان وجود عزم على القاعدة، يعني القاعدة عليها فورس نورمال فورس وعليها عزم، تمام. فبتولد حاجة اسمها مين؟ اكسنتريستي. ايه كانت عبارة عن ايه؟ قيمة العزم مقسوم على النورمال فورس. تمام. معناه ايه يا باشمهندس؟ معناه يا باشمهندس ان انا لو عندي مثلا عزم او قوة مترحلة عن السي جي بتاعت القاعدة، مسافة اي، ماشي، القوة دي بتولد لي عزم. تمام. ولو عندي العكس، عزم بيأثر على القاعدة وانا عاوز ارجع العزم ده للسي جي بتاع القاعدة، بيرجع بايه؟ بقوة وعزم. المهم اللي يهمني في الحتة دي ان الاكسنتريستي المؤثرة على القاعدة عبارة عن مين؟ ام على البي. لو الفورس بتاعتي يا باشمهندس او الاكسنتريستي خلت الفورس بتاعتي واقعة جوه اي نقطة داخل الكيرن او الكور ده، بيتولد على القاعدة يا باشمهندسين الحالة الاولانية من الاسترس، اللي هي بتلاقي ان القاعدة بتاعتك عليها كومبريشن كلها، بس جزء فيه كومبريشن كبير وجزء فيه كومبريشن اقل. تمام. دي لو الفورس بتاعتي واقعه جوه الكيرن ده. طيب يا باشمهندس لو الفورس بتاعتي جت على حرف من الحروف دي، يعني جت هنا كده مثلا، او جت هنا كده، او جت هنا كده، او هنا كده،
بيتولد الحالة التانية من الاسترس، اللي هي بتلاقي الإجهاد يوصل مينيموم في حتة وماكسيموم في حتة تانية. الحالة التالتة بقى اللي هي لا تفضل، لو الفورس بتاعتي وقعت بره الكيرن، دي الحالة اللي يتولد فيها على القاعدة الشد اللي احنا قلنا عليه. ليه؟ بيقول لك ان القاعدة او الفورس بتاعتك خرجت بره الكور بتاعت القاعدة. الحالة دي هي المفضلة في التصميم. الحالة دي ممكن اصمم عليها، مفيش فيها مشكلة. الحالة دي لا يجوز التصميم عليها. ليه؟ لان انا عندي، الا بشروط طبعا، اللي عندي جزء من القاعدة هيبقى عليه شد. يعني ايه عليه شد؟ يعني التربة مشدودة، الجزء ده القاعدة مبتنقلش فيه أحمال، بالعكس القاعدة هي عبء كده على الصيد. تمام، دي كانت حتة مهمة كده، كونسبت لازم نفهمه قبل ما نخش في شرح المسائل. طيب يا باشمهندسين، أنا عندي يا باشمهندسين نوعين من ال نوعين من العزوم المؤثرة على القاعدة. في حاجة اسمها fixed moment، fixed moment أو بيسموه، خلي بالك من المصطلح ده، irreversible moment. الحالة التانية دي لها طريقة في التعامل في المسائل. الحالة التانية بقى لو أنا عندي بقى إيه؟ reversible مومنت. يعني إيه الكلام ده؟ fixed مومنت معناه إن العزم ثابت الاتجاه على القاعدة. يعني إيه؟ يعني لو أنا عندي القاعدة بتاعتي بالشكل ده، تلاقي ان انت عندك الفرصة اهي زي ما هي، زي ما احنا متفقين، وتلاقي ان العزم بتاعك مش باشمهندس ثابت على القاعدة. يعني ايه؟ يعني اتجاه العزم هيدنه كده على طول. طب ده ينتج من ايه؟ العزم الثابت على القاعدة ده، لو انت عندك مثلا يا باشمهندس كنت بتصمم فريم مثلا، كان القاعدة بتاعتك فيكسد بالشكل ده مثلا يعني، وكان عندك العزم على القاعدة طلع بالشكل ده كده، تمام؟ او كان العزوم ناتجه نتيجه مين؟ نتيجه ان مثلا معظم الاحمال او معظم العزوم جايه مثلا منين؟ من احمال الديد لود. في الحاله دي بنسميه فيكسد مومنت. اي مكان هو هيقولك في المساله مثلا ايه اللي يهمنا دلوقتي، ازاي نحل المساله. الفيكسد مومنت بنتعامل معاه ازاي في المساله؟ بنتعامل معاه بمنتهى السهوله يا باشمهندس، ان انا عندي القاعده في الطبيعه بالشكل ده كده، ان العمود بيبقى جاي في منتصف القاعدة. ده مثلا ده السي جي بتاع القاعدة اهو، تمام. ده الوضع المعتاد اللي احنا متعودين عليه، ان العمود بتاعي بيبقى كده في منتصف القاعدة. طيب وجود العزم على القاعدة قلنا بيسبب حاجة اسمها اكسنتريستي. طيب قيمة الاكسنتريستي دي عبارة عن كام؟ قيمة الفورس، المومنت مقسومة على الفورس. طيب انا هتعامل مع القاعدة دي ازاي؟ كل اللي فيها يا باشمهندس ان انت هتيجي تحرك العمود، هي المفروض تحرك العمود عكس اتجاه العزم ده. دي لو انا عندي العزم جاي كده يا باشمهندس، تمام، لو انا يا باشمهندس عاوز اعمل او عاوز الاش العزم ده، اعمل ايه؟ هولد عزم عكسه بالشكل ده كده. طيب عشان اولد عزم عكسه اعمل ايه؟ هروح ناقل يا باشمهندس العمود ده، بدل ما هو هنا هروح نقله يا باشمهندس ناحية دي للسهم بتاع العزم، مسافة الاكسنتريستي دي. فايه اللي هيحصل؟ نقل العمود بالشكل ده يخلي القاعدة تولد عزم بالشكل ده كده، عكس العزم الاصلي اللي كان متولد.
في الحالة دي أوصل القعدة إيه بقى؟ إن أنا هصمم يا باشمهندس على نورمال ستريس، يونيفورم ستريس زي اللي كنت متعود بصمم عليه، بس العمود مش هيبقى في نص القعدة زي ما كنا متعودين، تمام؟ وأصمم على يونيفورم ستريس زي ما كنت بشتغل قبل كده. دي طريقة التعامل مع الفيكسد مومنت، إن أنا بعمل إيه؟ بحرك العمود. هي المفروض إن أنا بحرك القاعدة، العمود مكانه بيبقى ثابت عكس اتجاه العزم. يعني ناحية فين؟ ناحية دي للسهم بتاع العزم يا باشمهندس. يبقى هشوف العزم بتاعي اتجاهه إيه، وأروح محرك القاعدة بتاعتي عكس اتجاه الإيه؟ العزم ده. طيب لو القاعدة بتاعتي بقى عليها irreversible مومنت، يعني إيه؟ عزم متغير ناتج مثلا من احمال الويند او احمال الارث كويك مثلا، يعني ايه؟ مره يجي لك يمين، مره تلاقيه جاي كده، ومره تلاقي العزم جاي لك كده. في الحاله دي هتصمم على نون يونيفورم ستريس. يعني ايه؟ يعني العمود هيدنه في منتصف القاعده زي ما هو، ولكن الإجهاد تحت القاعدة ما عادش هيبقى يونيفورم، لأ هيبقى نان يونيفورم زي الحالات اللي احنا قلنا عليها. طيب لو أنا يا باشمهندس متاح لي، مش مقيد بمساحة أو كده، بخلي الطول الكبير للقاعدة طبعا أكبر من بي، العرض الطول أكبر من العرض، تمام؟ بخلي الطول موازي للعزم، تمام؟ دي أول معلومة. تاني معلومة، إنني عشان أضمن إن ما يتولدش تنشن على القاعدة، لازم يكون الطول بتاع القاعدة أكبر من أو يساوي 6 الإي زائد 2 الاكس، حيث الاكس ديت مسافة مثلا قول 40 سنتي زي ما الدكتور قال في المحاضرة، تكون اكبر يا باشمهندس. ليه؟ عشان ما يتولدش تنشن على القاعدة بتاعتي. خلينا في الفيديو ده نتعرض لتصميم القاعدة اللي عليها فيكس بوينت. نقول بسم الله، عندنا مثال كده يا باشمهندسين بيقول ايه بقى؟ قالك design an isolated footing design an isolated footing to support a column load قيمته 1500 كيلو نيوتن and permanent moment عزم ثابت قيمته 600 كيلو نيوتن متر the soil allowable bearing capacity U allowable كان ب 150 كيلو باسكال. زي ما احنا متفقين ان الكيلو باسكال هو الكيلو نيوتن على المتر مربع، كيلو نيوتن على المتر مربع. والقلم دايمنشن كان 70 في 40 سنتي، تمام؟ والاف سي يو ب25 والاف يل ب360. وقال لك ادي اتجاه العزم اهو بتاعك يا باشمهندس. اول خطوه هنعملها ايه يا باشمهندسين؟ دلوقتي العزم عندي ايه؟ عزم ثابت. همشي نفس خطوات التصميم اللي احنا كنا متبعينها. ايه هي بقى؟ بحسب قيمه الحمل عند منسوب التاسيس اللي هو عباره عن كام؟ 1.1 × 10 في البيكل. يبقى 1.1 × 10 في 1500 تطلع 1650 كيلو نيوتن. حلو قوي. وعندي الكيو الاوبل او كيو ديزاين، هي كيو الاوبل نت اللي هي 150 كيلو باسكال. بحسب ايه يا باشمهندس؟ بحسب الاكسنتريستي. قلنا الاكسنتريستي عباره عن ايه؟ ام على البي عند الفاونديشن ليفل. تطلع بكام؟ 600 × 1650 يطلع تقريبا كام؟ 4 من 10 متر. حتى الان انا ما ضفتش جديد من خطوات تصميم القاعده العاديه، تمام؟ نحسب الاريا بتاعت البلين كونكريت، تمام؟ عبارة عن ايه يا باشمهندس؟ عبارة عن بي عند فاونديشن ليفل على كيو الاوبل نت.
يطلع انا محتاج مساحة 11 متر مربع من الاوعي. طيب نحسب ال L1 اللي هو الطول، عبارة عن جذر ال area بتاعت البليه كونكريت زائد الفرق بين ابعاد العمود على 2، يطلع انا محتاج 3.46، هاخدها اقرب 5 سنتي، هاخدها 3.5 متر. ال B1 نفس القانون، جذر area بي سي ناقص ال A ناقص ال B على 2، تطلع محتاج 3.17، هاخدها 3 متر و20. طيب انا عندي البي عند الفاونديشن ليفل كانت اكبر من 400 كيلو نيوتن 1650، فهاخد التي 1 بـ40 سنتي. حتى الان يا باشمهندسين انا ما ضفتش جديد، يبقى ده القاعده بتاعتي بالابعاد اهي بتاعت ده. امتى بقى دي؟ لو كانت القاعده مش عليها عزول. طب تمام، تعال نشوف البروجيكشن اللي هي الرفرفه دي بين القاعده العاديه والقاعده المسلحه. قلنا من 8.1 لـ1 التي بليه كونكريت، يعني من 32 لـ40 سنتي. ايه الشرط الحاكم ليا يا باشمهندس؟ ان الاكس على التي بلين كونكريت تكون اقل من او يساوي الاف تنشن بتاعت الخرسانه على 3 كيو اللي هو النت. يبقى انا المفروض عشان ما يتولدش او ما يتولدش تنشن على ال او عشان القعده او الجزء ده من القعده ما يحصلوش كراك نتيجه الاسترسز اللي هتيجي عليه، مفروض ان الاكس تكون اقل من او تساوي 0.943 من التي بلين كونكريت. تمام، يعني تكون الاكس اقل من 38 سنتي، فانا هاخد الاكس بكام؟ بـ35 سنتي. جبت الاكس يا باشمهندس، اقدر احسب ال L وال B اللي هي مين؟ ابعاد القاعدة المسلحة، اللي هي عبارة عن L1 ناقص 2 اكس و B1 ناقص 2 اكس. تطلع انا محتاج ال L بـ82 في ال B 2.5 متر. حتى الان نفس خطوات تصميم القاعدة اللي ايه؟ القاعدة العادية اللي احنا كنا خدناها قبل كده اللي مش عليها عزول. طيب عشان بقى انا قلت ان العزم فيكسد، طالما العزم فيكسد يبقى انا هتعامل معاه ايه؟ ان انا هلاشيه، هعمل هلاشي العزم. طيب عشان الاشي العزم ده اعمل ايه؟ اروح محرك العمود عكس اتجاه العزم اللي هي ايه؟ ناحية دي للسهم، عشان اعمل توزيع منتظم للاجهادات زي ما كنت بشتغل على القاعدة اللي عليها حمل رأسي فقط. تمام، يبقى هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ترحيل للقاعدة عكس اتجاه العزم اللي هي فين؟ اللي هي ناحية دي للسهم. انا كنت مديك القاعدة اهي فوق، او مديك العمود كان عليه عزم كده بالشكل ده، فانا هعمل ايه؟ هروح محرك العمود من هنا كده مسافة الاكسنتريستي، فهيتنقل يبقى هنا كده. نقل العمود بالشكل ده هيخلي العمود بدل يولد عزم، كان العزم جاي كده فهو هيولد عزم عكسه كده، فالعزم يروح مع العزم. يبقى انا هبدأ اصمم القاعدة بتاعتي على مين؟ على نورمال فورس فقط. ده اللي هيحصل، اللي انا عملت ايه؟ رحت محرك العمود اهو مسافة الاكسنتريستي اللي هي مين؟ اللي هي الـ40 سنتي. تمام، يبقى اجي بقى ايه؟ اشتغل في تصميم القاعدة المسلحة. نحسب الكريتيكال او الالتيميت لود. البي التيميت قلنا عبارة عن ايه؟ انا مش بديك ديد ولايف، هاخد 1.5 البي كولم، يبقى 1.5 في 1500 تطلع بـ2250 كيلو نيوتن. طيب دلوقتي نحسب مين؟ الالتيميت كونتاكت بريشر، عادي خالص زي ما كنت بحسب القاعدة العادية اللي هي عبارة عن بي التيميت على اللي في البي. يبقى 2250 على 2.8 في 2.5، يطلع الالتيميت كونتاكت بريشر كام؟ 321.43 كيلو باسكال. اجي عاوز اعمل مين؟ عاوز اعمل تصميم بقى، احسب الكريتيكال سيكشن فور مومنت. ابص هنا في الاتجاه ده اللي هو الاتجاه الطويل، الاقي ان عندي ايه؟ اجيب الاس واحد، ان القطاع الحرج بيبقى عند وش العمود. الاقي ان الاس واحد دي عباره عن ايه بقى؟ عباره عن ال ناقص الاي على 2 اللي هي المسافه دي كده، اللي هي المسافه هنا دي كده، دي كده عبارة عن ايه؟ كانت عبارة عن ال ناقص ال ايه اللي عرض العمود على 2، وانا روحت محرك العمود كمان مسافة ايه؟ ال ايه، يبقى هزود عليها ال ايه، يبقى ده مين؟ ده الاس واحد. يبقى الاس واحد اللي هي المسافة الطويلة دي، يبقى ال ناقص ايه على 2 زائد ال ايه. ال ال بـ82
ناقص 70 على 2 زائد 4 من 10 تطلع بكام؟ 45% متر. طيب العزم في الاتجاه ده لان هو اول اطول، فبالتالي العزم اللي عليها هيبقى هو الاكبر. يبقى الام واحد واحد عبارة عن كام؟ اف يو دي في اس واحد تربيع على 2، يبقى 321 43% في 45% تربيع على 2. يطلع ان العزم المتولد هنا كده، العزم ده هنا كده عند وش العمود هنا كده هلاقيه 337.9 كيلو نيوتن متر لكل متر طولي من العرض. تمام يا باشمهندسين. طب نيجي في الشورت دايركشن. الشورت دايركشن انا محررش العمود في الشورت دايركشن، يبقى عبارة عن كام؟ بي اللي هو العرض ناقص عرض العمود على 2، يبقى الاس واحد او الاس اتنين اللي هي عبارة عن 2.5 ناقص 4 من 10 على 2 يطلع بعده 5%. نحسب قيمة العزم اف يو دي اس اتنين تربيع على 2، يبقى 321 43% في 1.5% تربيع على 2، يبقى 177.2 كيلو نيوتن متر في كل متر طول. طيب دلوقتي انا عاوز احسب مين بقى؟ الدبس بتاع الار سي. نيجي للقانون بتاعنا، سي واحد جذر الماكسيموم مومنت على الاف سي يو في البي داش. سي واحد هاخدها بخمسة، الماكسيموم مومنت هو اكبر عزم في العزوم كلها اللي هي كام؟ 337.9 على الاف سي يو اللي هي 25 نيوتن على المليمتر تربيع. انا عاوز احولها بقى ايه؟ ده عشان قلنا كيلو نيوتن متر، فانا عاوز احول دي كيلو نيوتن على المتر تربيع. فنعمل ايه؟ عشان احول من نيوتن لكيلو نيوتن فهقسم على 1000، وعشان احول من مليمتر تربيع لمتر تربيع هعمل ايه؟ هضرب في 1000 في 1000 لان مقام المقام. يبقى انا هعمل ايه؟ يبقى 25 نيوتن على مليمتر تربيع هي 25000 كيلو نيوتن على المتر تربيع. ده اللي احنا عملناه في البي داش اللي احنا واخدين شريحة 1 متر، تطلع بكام؟ 58 سنتي. فانا خدت الدي ب60 سنتي وخدت الكفر 5 سنتي، فالدي بكام؟ ب65 سنتي. الفيصل بالنسبة لنا هل الدبس ده سيف ولا مش سيف هي مين؟ التشيك اوف شير والتشيك اوف بانش. طيب الشير بالنسبة لي بيقع على بعد دي على 2 من وش العمود طبقا للكود المصري. الكريتيكال سيكشن في الشير اكيد هيبقى على بعد دي على 2 من وش العمود. طيب نحسب المسافه الاس دي تطلع بكام؟ هتطلع عباره عن اس واحد اللي هي المسافه كانت دي كلها بتاعت العزم الكبير ناقص دي على 2، يبقى 1.45 ناقص 6 من 10 على 2 تطلع ب 1.15 متر. طيب قيمه الشير بقى عباره عن ايه؟ يبقى عباره عن الاف يو دي مضروبة في الاس واحد دي مضروبة في مين؟ في عرض القاعدة. كأني بجمع كده، بجمع الاسترس اللي هنا ده عشان احسب قيمة الشير كلها. يبقى الاف يو دي كانت 321.43% في الاس واحد اللي هي او في الاس قصدي 1.15% في عرض القاعدة 2.5. يطلع ان الشير فورس المؤثرة على القطاع ده كان بقى 924.11 كيلو نيوتن. طيب فين القطاع اللي انت بتتكلم عليه يا باشمهندس؟ هو القطاع ده اللي هو البي في الدي، اللي هو القطاع اللي في الاتجاه ده كده. ده القطاع اللي هيتقص اللي هو البي في الدي، الدي في البي. نحسب الشير ستريس عبارة عن الشير فورس مقسوم على مين؟ البي في الدي. يبقى 924.11% على البي 2.5 في الدي 60 يطلع ب 616 كيلو باسكال اللي هي 0.62 تقريبا نيوتن على الملي متر تربيع. طيب أقصى شير تقدر الخرسانة تشيله عبارة عن كام؟ 16% جذر اف سي يو على الجاما سي. يطلع أنا الخرسانة تقدر تشيل كام؟ 0.653 عليها اكبر من 0.62، يبقى القطاع ده سيف في الشير. عظيم جدا يا باشمهندس. طيب تعال نشوف التشيك اوف بانش.
طيب قلنا البانش او الكريتيكال سيكشن في البانش فين يا باشمهندس؟ بيحصل على بعد دي على 2 من كل اتجاه. طيب لما نيجي نحسب بقى طول البانش هنا عبارة عن كام؟ ده كان 70، دي على 2 دي على 2، يبقى 70 زائد دي، يبقى 70 زائد 60 تطلع بمتر 30، ده الطول بتاع البانش. طب العرض ده قال لي برضو في دي على 2 وتحت دي على 2، يبقى البي زائد الدي، يبقى 40 زائد 60 يطلع بمتر. كل اللي انا محتاجه مين بقى؟ محيط البنش، اللي هو عبارة عن ايه؟ محيط المستطيل ده اللي هو 2 طول زائد العرض، يبقى 2 في متر 30 زائد 1، يطلع ان انا محيط البنش ده 4.6 متر. طيب قيمة البنشنج فورس عبارة عن ايه بقى؟ انا يا باشمهندس عندي يا اما اجيبه بالبي التيمت ناقص الاف يو دي في المساحة دي هيحصل عليها البنش. انا هنا كده عندي جاي كده البي التيمت، ودي المساحة اللي هي البيضة دي، دي المساحة المتأثرة بالبنش، تمام؟ اطرحهم من بعض عشان اجيب المحصلة. يا اما اقول الاف يو دي في المساحة الكلية ناقص المساحة دي اللي بيحصل عليها البنش، ايا مكان هتديك نفس النتيجة. فانا حسبتها الاف يو دي 321.43 في 2.8 × 10 × 2.5 ناقص 1.3 × 10 × 1، يطلع ان البانشنج فورس 1832.14 كيلو نيوتن. طيب البانشنج ستريس عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن الكيو بانش على البريمتر هتروفدي، يبقى 1832.14 على 4.6 × 60 يطلع ب663 كيلو باسكال، اللي هي 66 تقريبا نيوتن على المليمتر تربيع. طيب اقارن بمين بقى؟ اقارن يا باشمهندسين بالمينيمم من الثلاث قيم دول، 316 من 1000 جذر اف سي على الجاما سي اللي هي 316 جذر 25 على 1.5 يطلع 1.29 نيوتن على المليمتر تربيع، او 316 في نص زائد البي اللي هو البعد الصغير للعمود على الاي اللي هو البعد الكبير جذر اف سي على الجاما سي، تطلع 1.38 او 8 × 10 × 2 زائد الفا في الدي على البي نود في الاف سي يو على الجاما سي. طيب 8 × 10 زائد 2 × 10 زائد مفيش مشكلة، ده الألفا عشان ده عمود داخلي فالألفا بأربعة، الدي ب60 على البي نود اللي هو البريمتر في جهاز اف اس يو على الجاما سي، يبقى ناخد القيمة الأقل من التلات قيم دول اللي هي تطلع ب1.29. ألاقي إن البانشنج الأكشوال أقل من الألوبل، يبقى القطاع بتاع سيف في البانش. نيجي بقى الخطوة الأخيرة هي خطوة التسليح. نيجي في الاتجاه الطويل، أنا عندي العزم نحسب بالآر واحد عبارة عن ام ماكسيموم على الاف اس يو في البي داش في الدي سكوير. كان العزم عندي كان 337.9 كيلو نيوتن متر على 25,000 في البي داش بواحد في 6 × 10 تربيع، يطلع بوينت 0.375. لأن ديت من 1/100 لـ5/100 فأضربها في 1.2 أطلع الأوميجا، تطلع بوينت 0.45. الاريا ستيل عبارة عن اوميجا في الاف سي يو على الاف يلد في البي داش في الدي، يبقى 0.045 × 25/360. البي داش قلنا واخدين شريحة 100 سنتي في الدي اللي هي 60 سنتي، يطلع انا محتاج 18.75 سنتيمتر مربع لكل متر من العرض، اللي هي كام؟ خدهم 8 × 18 في المتر. طيب نيجي في الاتجاه القصير، انا عندي الار واحد الاوميجا برضو الار ام ماكسيموم على الاف اس يو في البي داش في الدي، كان العزم 177.2 × 25,006 تربيع، هيطلع ب2/100، طلع الاوميجا تطلع ب24/100. اجيب التسليح عبارة عن 0.024 × 25/360 في البي اللي هي شريحة محب متر في 60، يطلع محتاج 10 سنتيمتر مربع. طيب قبل ما احدد ان كنت هاخد دي او لا، لازم اتشك على المينيمم، لان المينيمم 6 × 10 الاف يلد في البي داش في الدي، هيطلع المينيمم اللي هو 1000 مليمتر. نحسب القانون التاني اللي هو 15% في البي في الدي، عشان احنا شغالين هاي جريد ستيل، هيطلع انا محتاج 9 سنتيمتر مربع في المتر، يبقى لازم هاخد المينيمم بتاعي اللي هو 1000 مليمتر مربع في المتر، اللي هي 10 سنتيمتر مربع في المتر، اللي هي 5×16،
يبقى انا في الاتجاه الطويل هلاقي ان الاريا ستيل بتاعتي اكبر من الاريا ستيل مينيمم، فهاخد الاريا ستيل اللي طالعالي هي 8 × 18. في الاتجاه القصير هلاقي ان الاريا ستيل اقل من المينيمم، فهاخد الاريا ستيل مينيمم اللي هي 5 × 16. نيجي بعد كده الديفلوبمنت لينس. الديفلوبمنت لينس اللي هو ايه؟ اللي هو 40 × 5 في حالة الكومبريشن او 60 × 5 في حالة التنشن. بترسم التيلة بتاعتك على ألا تقل المسافة اللي هي دي عن 60 × 5، لأن العمود دلوقتي أصبح عليه عزل، تمام. والمسافة ديت اللي هي دخول الرجل بتاعت العمود جوه القاعدة دي ما تقلش عن 60 × 5، وهكذا بالنسبة للمة التانية، تمام. دي المسألة اللي بتاعت الفيكسد مومنت. طب هنعمل ايه لو مسألة فيكسد مومنت عليها عزم في اتجاه اكس واتجاه واي؟ نفس الخطوات هنمشيها بالظبط، مفيش فيها تغيير. هنجيب الاكسنتريستي في اكس والاكسنتريستي في واي. كل اللي هنعمله فيها هنحرك العمود ده اي اكس، وهنرجع نحركه كمان اي واي، ونبدأ نصمم عليه عادي مفيش فيها مشكلة. ده اللي هيحصل، حركنا اي اكس واي واي، ونصمم ونحسب الاتجاه التسليح في الاتجاه ده والتسليح في الاتجاه ده، مفيش فيها اي مشكلة. كده نكون خلصنا اول جزء عندنا اللي هو ايه، تصميم القاعدة اللي عليها عزوم فيكسد مومنت. ان شاء الله نلتقي في فيديو تاني نشرح فيها تصميم القاعدة اللي عليها الريفيرسيبل مومنت. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.